فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نسي الصائد التسمية عند رميه بالرصاص هل يحل هذا الصيد؟ لا يحل، لأنه لا بد من الشروط أن يذكر اسم الله عند إرسال السهم، فإذا نسيه لم يحل. بعض العلماء يقول يحل مثل الذبيحة، إذا نسي يسمي عليها فهي حلال، هذا مثله. يقولون لا، الصيد ما هو مثل الذبيحة، الصيد رخصة ولا بد من الاحتياط فيها أكثر من الذبيحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.